مفاجأة. هو انا عايز افاجئك، انا نفسي اتفاجئت. بصوا هنا في شاشه، فانا ببص لها بكتشف اللي انتوا شايفينه ده، فببقى هبص لكم طول الفيديو هنا في عينيك. خبي يا ابني صاحبتك انت، وهو عشان لو صاحبتك شافتني فاهم هتطلع تجري. المهم يعني ان انا مع من باب التغيير حبيت ان انا احلق دقني حقيقي، معرفش ليه حقيقي، ما حد يعني بس عارف انت بيرجو 2019 فاهم، اللي هو عاش يا بيرجو عاش في الانترو. تعالوا نرجع الانترو. عاش يا بيرجو عاش، عاش يا بيرجو عاش، والكل الابطال عاش. انا بعمل كل حاجه بدماغي بس مش بحب الاسفاف. اوكي لو انت اتفاجئت من الانترو انزل دوس لايك واعمل كومنت قول لي عاش يا بيرجو عاش برضو. تعالوا نرجع بالزمن كلنا. عاش يا بيرجو عاش. المهم في ترند دلوقتي منتشر على منصات ال، انا مش قادر اقاوم ان انا ما ببصش على نفسي. بس هو الفيديو خلص يعني فاهم، هو انتوا الفيديو ده بصكوا، بصوا لي، اتحداك تبص لي 5 ثواني من غير ما تضحك. المهم في ترند منتشر على الـ يا ربي، ترند منتشر على البلاتفورمز، على التيك توك والانستجرام وعلى كله، على كله بجد. بنت صغننه كده كرتون كوريه بتقول او ماي جاد دو اي بقى فنان، ما تيجي نشوف. او ماي جاد دو اتس انا بحب اشوف الحاجات دي بقى لاجل الاسم. الاسم بينطقه ازاي؟ واحد زي فليكس مافيا هيعورك، هيجي لك يخطفك، يزعلك. او ماي جاد دو اتس فليكس فليكس لا برا اتنا برا باتي هاي انا بابي زن قد ما جيش فهاي انا فاي وقتك اي حيط معايا هات دوب داي عشي عطاش من الزلزال انتريش حيم يقبلاش تنكوش نميش حيم لما عتميتي اسمو عرسين. انا بحب الترند ده فشخ، لان يعني انا عمري ما تخيلت ان ممكن مثلا طفلة كورية تغني الفليكس فاهم. الترند ده عجبني قوي على السوشيال ميديا. او ماي جاد دو اتس زياد وزازا. هو اسمه زياد زازا، زياد وزازا. اما اخينا بيتي ده تتيا اي ريلا كاريما اي عمين كاري عليه تاوي كاري اي سيت نسيت. يعني انتوا متخيلين يا جدعان اللي هو من هنا. اما اخينا بيتي ده تتيا اي ريلا كاريما اي عمين كاري عليه سمع اخينا بيتي ردي فيها ايه العلاقه كريمه ايه عاملين جري عليه يا دين. انا بحب الترند ده بشكل بشع. يعني مثلا واحد برضو زي حسين مافيا ويعورك ويخطفك، بص عملوا فيه ايه يا عيني على اخر الزمن. او ماي جاد دو اتس حسين او سنيج خش الله عشان انتوا كلامكم ببلاش وبتحكوا تهرتلوا غنيت على وش مش هنستعجل استعبد منتكوا هيصير انا هقطع على الشاشه استاذ على منزل وهبتكوا بغريب. انا باخد جوله قبل ما انام والله بجد، بخش بقى اسمع كله. ممكن اسمع عبد الحليم حافظ بقى هو بالكوري ده، يعني حتى بص عمل ايه في جورج واسوف. او ماي جاد دو اتس جورج واسوكا واسوكا خلاه جورج واسوكا. ادم كان سما بواحده مين يقدر يعمل ايه مرمطوه. او ماي جاد دو اتس امرو ديابو فين حبيت ايوه انا حبيت الدنيا اللي بتضحك لي ما كانتو. طيب بقول عمرو تشان ايام جاست عمرو تشان، بس عامة ده يستاهل يتعمل فيه كده عشان هو مقاطعة. او ماي جاد دو اتس ايه ده ايه؟ What's that؟ مرمطة. Oh my god دو It's ريجات دو سابينا عاوزين نعملك بني آدم يا كلب وانت مصمت. يا جدعان ده أحسن ترند حصل الفترة الأخيرة. نخش بقى على منشناتكو. لو سمحت لو سمحت النايك ده بكام؟ يعني إيه؟ هذا أنا لا ده أنتوا كده بقى إيه؟ دول عاملين مقلب في الراجل ده يا عيني. طب وبعدين وانا واقف قدام بغبغان طب وبعدين طب انجز بقى يعني ايه يعني ايه انا لو مكانه بجد هتجنن عليهم. الموضوع مرعب يا ديني يا لقيتوا انتوا رايحين فين وانت ايه يا عم يا انت ايه يا عم انت وهو لا ده رعب، ده رعب بالنسبه لي. او ماي جاد دو هو ورايا جيرفو انا ناينام ساروسا الفورانا فانعام سا ايه وانا ناينام اتس جيرفو انا ناينام ساروسا اينام ساروسا ايشيما. لا خلاص خلاص بقى ترند ايش مع ده يعني خلاص خد وقت وبعت لك اعمل ما بدالك. مين حضرتك؟ ايه ده محمود الجمل في اي بي؟ هو نزل اونلي فانز ولا ايه؟ محترم ملفت اول العجب بس تيجي على السكه وتنتدب ما
مش عارف. اعمل ما بدالك. أيوة. وفر في كلام ملهو. البنت دي محجبه فهم ملبسينها باروكه عشان شعرها ما يبانش. اه تضحكوا عليا انا؟ لا ده مش عليا انا، يخرب بيكم. فهي يعني انت المفروض الحجاب معمول عشان شعرك او شعرك سوري ما يبانش، فتروح لابسه باروكه احلى من شعرها، فيبقى يعني مش لازمه. انا مش راجع لك، سيبك من وهم كبير انت شايفه في خيالك، وان كان على زعلي اللي ده منك كان سببه يا عم اني بحبك. لما امك تكون عامله لك اكل وما تاكلش وتصحى الفجر تلاقيك بتعمل اندومي، ده رد فعلها. اللي هيجي لي على السكه ايه يا اسطى؟ اللي هيجي لي على السكه احطه تحت الدكه فواو. واحد بقول لها الحقيقه فنانه الدرافت نزل لوحده. ما تبصش في ايدي لا تورم بتكسف. ما ايه؟ ما تبصش في ايدي ما تبصش في ايدي لا تورم بتكسف. تورم بتكسف. هو هيبوسها ولا هي ولا هو عنده مشاكل في يا لهوي يا نهار اسود ايه ده؟ تعيد تاني معلش، انت كنت بتتهجم عليها. يا لهوي ده تهجم. حتى بص عادل امام مش عاجبه الكلام ده. جسمي حساس وبيورم هتكسف. ودي معلومه يعني حابه اوضحها لك. بس في ايدي حضرتك. هو انتوا فين معلش يعني؟ انتوا بتعملوا ايه وفين وليه سامحاله اصلا ان هو يعني ليه بتوضحي له؟ هو ليه تعدى حدوده من البدايه؟ حضرتك ليه مثبته في المكان؟ يا اسطى يا اسطى يخرب بيتك، انت بتعمل ايه يا عم؟ داخل عليها بيقطم تفاحه، بياخد تفاحه مش شجره. يا لهوي يا اسطى خلاص بتقول لك بتتكسف، ما تخلي عندك دم. يا اسمه ايه؟ هيثم عبد الله كارمن فقيه. هيثم يا عبد الله خلي عندك دم. انا هرجع يا هيثم يا عبد الله. هيثم عبد الله بجد مش بيمثل يعني. هيثم عبد الله بعد الكليب ده غالبا قعد يقنعها ان هو عادي عادي ان ابوسك يعني. ايه المشكله لو جسمك حساس وبيوقع؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ عيني عمالك بك شخرس. ايه اللي تعمل ايه؟ عمالك بك مش حب الكلبش في المخيخ. منه لله اهو، منه لله هيثم عبد الله ده بقى. تعال بس انا عايز اخش عند هيثم عبد الله. هو منزل 3 لقطات من الكليب. انا بصراحه مش حاسه كليب قوي. الصوره من بره تحسه فيلم. حاسس ان انا عارف، انتوا عارفين انا حاسس ان انا فين، بس يا لهوي. فاستنوا بس. عيني عماله تبكبش حبك كلبش في المخيخ. ايدي عماله ترعش حبك وصلني المريخ. بحبك ايوه بحبك حب القعده فيها صواريخ. يعني مثلا الاغنيه دي ايه الموقف المناسب اللي ممكن اشغله فيها يعني؟ هل وانا سايق العربيه؟ ما اظنش. هل وانا نايم هتلبس؟ هل وانا بعمل ايه؟ بلعب جيم مثلا بتمرن؟ مستحيل، احس ان انا ريحتي وحشه في وسط الجيم. دي هل تشتغل في ليله رومانسيه؟ لا برضو. دي تشتغل فين؟ دي تشتغل بقى ده عذاب القبر او ده عذاب معين. المشكله ان هيثم عبد الله من الناس اللي فاكرين نفسهم انفلونسرز، بقاله قرن بجد بيعمل محتوى غنائي وتمثيلي وعمل فود ريفيو بقى. بص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مش عارف انا ليه في فيديو جايب 254 لايك وجايب 16 كومنت بس، يعني في قناه فيها قرابه المليون. حظك حلو. كح في وشي. الحمد لله. انا الحمد لله ايه؟ الحمد لله ايه بالظبط؟ امبارح انا مبسوط منها وضايعه يعني، بس دلوقتي بفضل الله يعني بدات اعيد نفسي وبعد حساباتي يا ابني انت لو عدت نفسك وعدت حساباتك ما كنتش نزلت اللي انت بتعمله ده. انا مش فاهم هو انا ليه بتفرج على الفيديو ده. انا كنت املى في شعر صدر الفنان من شويه دلوقتي اهو. بص بعد كده الكادر بيوسع بكتشف ان انا ناموسه بطير بقى اهو. طرت يا اسطى. هو انا ليه هو ايه ده؟ ايه ده ايه بقى ده؟ ايه ده اهو ده ايه؟ طب ما تشيله. هي اه يو وي مافريك. ايه يا ايه؟ لا والله العظيم لا افهم. وي مافريك. بص انا معاك لحد ما ايه ما بص انا هجيب ايه جوجل ترانسليشن وهي تقول لي هو انت بتقول ايه بقى. ها كامل Put him on makeup, pour in pennies. Google babe, a pen with your mother. Put him on. ماشي. ده هي بتقول لي تاب ذا مايك بوتون تو ستارت. يعني هي حتى ما فهمتش هو ايه ده. برمم
هو عيني فاكر ان هو بيغني انجليش. انا فاهم هو عايز يعمل ايه. انا كنت بغني كده وانا صغير يعني، ده كان الانجليش بتاعي قبل ما ادرسه يعني. واحد بيقول اللي هيعرف انا بقول ايه هبعت له 200 جنيه فودافون كاش. يلا بقى، هو حد بيدور ورانا؟ ما المشكله ان انت مش هتبعت ال 200 جنيه دول لان محدش عارف انت بتقول ايه. انت بس اللي عارف انت بتقول ايه. حول لنفسك ال 200 جنيه انت ولا بيهم يا ابني، خليهم يا عم في جيبك زي ما هم. ده ايه ده يا عسل. فاهمه والله العظيم، فاهمك والله فاهمك. ربنا يا ابني يفك كربك ويقومك بالسلامة. لسه مولود من دقيقة تشغله طيور الجنة يقول لك هات الجزيرة. احب بقول هيقوم يحاسب الدكتور، تاني هياخد ابوه وامه ويروحهم. كفارة حبيب اخوك. ده تنزل له معسل، ما تدلوش بزازة. طب هو ابو عمار، معلش معلش، هو ابو عمار ما شاء الله معاه موبايل بينزل تحت المايه. بقول لكم يا جدعان، معلش برضو تاني سؤال. انا اسف ان انا عمال اوقف في الفيديو، بس انا عندي اسئله. هي ليه المايه لونها اخضر؟ المفروض ان السماء لونها ازرق، فالمايه لونها هتبقى ازرق. مايه بحر ليه لونها اخضر؟ لا لا لا، ليه لونها اخضر؟ ليه ابو عمار يوميات ابو عمار وام عمار كمان؟ طب ليه ام عمار ويا ابو عمار المايه لونها اخضر؟ مين ده ام عمار ويا ابو عمار؟ مين ده من البدايه؟ بس في حد بيقول سؤال ويا ريت حد يجاوبني عليه، هو البحر ليش لونه هيك؟ لونه اخضر برضو. الناس حاسه بمعاناتي، فبقول له ده عصير قصب. ميك سنس. عشان كده ده مبسوط يعني، يوكادو من فرط الجمال يا زوب. بقول لكم يا جدعان اتفضلي، انا لو سقطت يبقى سقطت في رقبتي ابو عمار. يلا بقى يلا. يا نهار اسود يا ابني، دي مش ميه بحر، دي ميه مجاري، ميه ترعه. ايه ده؟ ده تحت البيت عندكم ده. يا معمر استني بس، البحر بص راح البحر بقى اللي هو خدي. ايه ده؟ انا اهو انا اهو. يعني انا جاي لكم النهارده في خناقه، في حد عمل عليا رياكت. حد لا بص بص يا بكري، حد دي تقولها لواحد معاك على التيك توك، تقولها لحد بيعمل جيت ريدي وذ مي. بص يا بص يا بكري، بص انا شخصنت الموضوع. انا بص يا ابني، انت تقول لحد دي حد دي يا ابني تقولها لحد من الناس اللي بتعمل مولت، للناس اللي بتلبس كارجو اوفر سايز زي، انما تيجي عندنا وتقول حد؟ انا برجو يا ابني. ما تعرفنيش ولا ايه؟ انا نفسي ما عرفتنيش. الدقن اتحلقت. مين ده؟ وانا مش هسيبه في حالي. مش هتسيبني في حقي يا اسطى بقى، ما انا كنت بهزر معاك بقى، ما تخلينيش. اديني بقى في التستوستيرون بقى، لما يبقى ازاي نبقى توكسيك. تعالى لي يا ابني. وانا ليه كنت بتكلم كده؟ يبقى توكسيك في 15 ثانيه ما تشتكي. نعم انا فاهمك، فاهمك يا بكري، انا فاهم انت عايز توصل ايه. يعني ايه يا اسطى؟ انا فاهمك يا بكري، فاهم انت عايز تعمل ايه يا اسطى. انت عايز، معلش يا بكري، انت يعني مش اكيد مش فاهمك. انت هسيب عليك جيش بكري. ايه ايه، تعالى تعالى يا بكري. عامه انا هعديها لك المره دي عشان كده كده انت هتعديها لي المره دي، بس قول لي السبب. انا هعديها لك المره دي عشان انت ضخم ممكن تضربني. عسل يا بكري، ربنا يحفظك. غير كده تسيب عليك جيش. فاهمك يا بكر، فاهمك، ربنا يحرسك يا رب. انت انت عسل بجد. اقولك ايه، كل حاجة بيننا خلاص خلصت. ممكن ما تسيبنيش وتمشي؟ معلش علوا صوتكم بس شوية كمان عشان مش سامع. هي دي نظرة حب ولا نظرة اغتصاب ولا نظرة حيرة؟ دي نظرة حيرة. هو انت مش قلت قبل كده لا؟ صوتك رومانسي قوي، حاسس ان انا حبيتك من صوتك بجد. في رقه كده دوبتني في انا مش عارف يعني، هي دوبتني بس فين ما اعرفش. هو انت مش قلت قبل كده ان انا بنتك؟ انت ايه عنايه؟ معلش انا قلت قبل كده ايه؟ هو انت مش قلت قبل كده ان انا بنتك؟ ايه يا امي؟ ايه يا اما ما انا انت بنتي؟ في حد يسيب بنته ويمشي؟ واحد بيقول ايديكم معايا يا رجاله، اقلب الفيديو. ما بيهونش عليا، شوف دمعتك بتنزل. لا هون يا اسطى، وبعدين دمعتها اللي نزلت دي فين؟ فين دمعتها اللي نزلت؟ ما بيهونش عليا، شوف دمعتك بتنزل. انا يهون عليا عادي، اشوفها انتوا الاثنين. اوعى تعيط. لا لا، مسك مسك راسها، مسك راسها وعمل كده. لا انا فاهم المشهد، انا فاهم. انا عمري ما اسيبك وامشي، اسيب الدنيا كلها وتموت عشان انت، انت فعلا انت ميت. ما تقلقيش. تلاقيش قصة حب مكانها المقابر فعلا اللي هم فيها دي مقابر. ما هي ما ينفع الديت
الديت لازم يبقى هنا. تنزلي يا حبيبتي فين؟ مش ناكل باستا، مش ناكل سي، لا تعالى نتقابل في المقبره. في حد يسيب بنته ويمشي؟ مش عارف. انا ساكت يعني استيعاب وهدوء كده وخمسه رزمنه. انا بقالك ايه يا حاجه يا بنته يا اي حاجه؟ هبقى في حياتك ايه يا اسطى؟ انت بجد انتوا علاقه حب ولا انتوا بتهزروا ولا ده ايه؟ صاحبتك حد بترضح له؟ حد بتفضفض له؟ انا مستحيل افضفض لك لان سيرتي هتبقى على كل لسان. نعم انت عبيطه؟ ايوه نعم عبيطه عشان فاكره ان هي بنتك. لا عبيطه. ايوه انا باكد لك على المعلومه دي. انا مفيش حد في حياتي غيرك. فانت حياتك بقى عشان كده انت كنت في المقبره يعني هتموت. غيري فين؟ يا لهوي على الصوت اللي بيخش في الخلايا العصبيه دايركت. في قلبك ولا في عقلك ولا فين بالظبط؟ في هي هنا. مش هينفع تكون في حته ثانيه غير كده. انت حياتي يا نامر. يا اخي بقى يا اخي بقى ده انت حياتك كرب. انا مش في حياتك اصلا يا وليد. انا حاسس انها شبه الست دي لما حلقت دقني مش عارف. لا انت اللي في حياتي اصلا يا وليد. وليد يا وليد صوتها عالي. انت اللي دخلت حياتي عشان تملى بس الفراغ اللي فيها. الفراغ اللي في حياتك لو فيها فراغ واحد فاكيد في عشش يعني اكيد في خيوط عناكب. انا بهزر انا بتكلم على اسمها ايه الشخصيه. هي مستحيل تكون كده في الحقيقه يعني. هي عارفه هي بتعمل ايه اكيد ولا تبقى كارثه والله. انت اللي مسكت ايدي وكان يوم اسود يوم ما مسكت ايدي وعملت الحاجات دي كلها. نسيت ولا ايه يا وليد؟ فعلا وليد انا حامل. كل الحاجات دي عملتها ليه؟ تقدر تقولي عملتها ليه؟ عملتها عشان تسيبني وتمشي يا وليد؟ عشان العب بيكي. امشي يا وليد. وليد بعيط. وليد انا حاسس بحاجه وحشه قوي يا وليد. انا محتاج اقفل الفيديو يا وليد. اه يا وليد اقسم بالله بجد انا صدعت من صوتها يعني. في مشكله دلوقتي عندي الناس. انا مصدع. انتوا مش متخيلين السماعات عندي عاليه فانا مصدع. انا تعبان. وليد الحقني يا وليد. ايه يا حلوه مالك اتشليتي ولا ايه؟ هو في ايه يا جماعه؟ تجيبي كونتاكي ب 400 جنيه؟ مستحيل اجيب كونتاكي ب 400 جنيه. تعالي اقول لك وفري ودبري مع ام جنة واعملي احلى كونتاكي ب 40 جنيه. ايوه بس حضرتك ايه الكونتاكي ده؟ يعني لو الكونتاكي ده انا ممكن اكله إيه فين ب 400؟ مستحيل اكل حاجه ب 400 جنيه اسمها كونتاكي مبدئيا. يعني حتى الناس اهو بص واحد بيقول كونتاكي دي شركه ولا اكله؟ ما تحرميش عيالك من حاجه. وفري ودبري مع ام جنة. معلش طب قولي لي الكونتاكي عاملها ازاي يعني؟ امشي على قدك الكوده من موجوده. احرمي اوعي تحرمي عيالك من حاجه وطول ما بتحمدي ربنا ربنا هيديك ويرضيكي. ربنا يرزقك يا رب. بس ممكن تقولي لي ايه الكونتاكي؟ احمدي ربنا وتعالي اقول لك تعملي الكونتاكي ازاي في البيت اهو عشان ما تقوليش ام جنة ايه. بص اهو والله العظيم صدق ام جنة عليا علاء بص وربنا صدق. ايه بقى الكونتاكي؟ احلى كونتاكي اهو عشان ما تقوليش ام جنة بتضحك علينا. لو حضرتك قصدك على الكنتاكي الخلطه السريه دي كارثه ام جنة. دي مشكله كبيره ام جنة بجد. وهي يعني بتحتاج قلايات. الكونتاكي بيحتاج قلايات بتبقى جايه من تبع شركه كونتاكي بيبعتوها للفرنشايز وبيبقى ليها درجه حراره معينه والزيت معين وحاجات. فانت ممكن تعملي شبيه الكونتاكي. ممكن تعملي اي نوع فرايد تشيكن بس ما بلاش كونتاكي. منهم عشان مقاطعه ومنهم عشان انا امي ما عملت لي كونتاكي في البيت. وبرضه احلف لها على المصحف. بجيب والله المصحف احلف والله ملوش علاقه بالكونتاكي. وامي تقعد تقول لي انت مش فاهمك. اقول لها انت دوقتي كنتاكي؟ تقول لي لا ما باكلش اكل بره. امي ما بتاكلش اكل بره المطاعم. طب هنتواصل مع بعض ازاي؟ هنفهم من امتى ان ده مش هو ده؟ لا لا انت هتدوقي الكنتاكي ولا اللي انا باكله ده هو الكنتاكي. فاحنا مش عارف انا ليه بحكي لكم قصه يعني. دي قصه مؤثره انا بعيشها بقالي 26 سنه وامي لسه لحد دلوقتي مش فاهمه ان ده ملوش علاقه بالكنتاكي. فانت يا ام جنة جيتي على الجرح. وكويس ان انا يعني فضفضت. انا دلوقتي بقيت احسن يا شباب يعني. انا الحمد لله بقيت كويس دلوقتي. ويا ريت امي تقتنع ان يعني كتر خيرك. الفرايد تشيكن اللي انت بتعمليها اللي انت بتقولي عليها كنتاكي هي حلوه بس مش كنتاكي. انا اسف. ومن هنا نكون وصلنا لاخر المنشنات بتاعتكم. يا رب يكون الفيديو ده نال اعجابكم. هروح اكل كنتاكي واجي. فيديو خفيف كده على قلبك عشان الفيديوهات اللي فاتت كلها كانت نص ساعه. بتبدا من نص ساعه وانت طالع فمعلش فيديو يبقى كام دقيقه كده تخفيف احمال عشان النور قطع عليا كذا مره وانا بصور الفيديو ده. فالحمد لله. فاشوفكم الفيديو الجاي وان شاء الله يعني هيبقى يوم الاثنين او الجمعه ما اعرفش. انا ما بقاش ليا جدول معين. ما بقاش عندي يوم ثابت. ممكن اعمل لكم فيديو كل شهر على حسب ما لايكس على الفيديو ده هتبقى عامله ازاي. انا عايز 20,000 باكو لايك. منشناتكم جامده عبقريه. اشوفكم الفيديو الجاي.
احمد سعيد برجو. مش عارف انا ليه بنهي زي اليوتيوبر بما ان بدانا راحت فانا برجو 2019 غصب عني. استنوا هنقول الفيديو بقى زي اليوتيوبرز بتوع 2019. بس كده يا جماعه شوفوا الفيديو جاي وكان ده ما تنساش لايك سبسكرايب لو انت مش مشترك في وبس كده وايه السلام عليكم. عاش برجو عاش ايه عاش برجو عاش ايه عاش برجو عاش ايه عاش برجو عاش ايه.